بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع حل تطبيقات نصوص متحررة على الشعر الجاهلي من كتابنا كتاب البرهان صفحة 63. قال النابغة الزبياني للملك النعمان: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني وشاية، لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ملوك وإخوان إذا ما آتيتهم، أحكم في أموالهم وأقرب. فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. ألم تر أن الله أعطاك صورة، ترى كل ملك دونها يتذبذب. الصورة أي المنزلة والمكانة. في هذه الأبيات يعتذر النابغة الزبياني عما بدر منه للملك النعمان، ويقول أنه وصله أنه يلومه ويعتب عليه، وهذا يعني سبب عنائه في الحياة، وحلف له بكل الوسائل وبكل الطرق أنه لم يفعل بلغ به، وأنه صاحب مكان يحكم بين الناس بأموالهم، وأنه يعيش في وحدة بسبب وعيد النعمان له، ويقول له: لا تتركني مثل الجمل الأجرب الذي يوضع في مكان بعيد عن الأصحاء، وهنا طبعا متأثر بالبيئة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى النعمان مكانة كبيرة بين الملوك. استنتج من البيت الأول الحالة النفسية للشاعر وسببها: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب. يعني هو يدعو للنعمان ويقول: وصلني خبر أنك وعدتني وهددتني بسبب وشاية من أحد الواشين. وهنا الحالة النفسية فرح لمكانته عند النعمان، الحزن لغضب النعمان عليه، الغضب لإهانة النعمان له، الرجاء لعفو النعمان عنه. طبعا الحالة هي الحزن لغضب النعمان عليه، هناخد رقم ده. 2. حدد المقولة التي تشتمل على آفة اجتماعية خطيرة تفرق بين الناس. لمبلغك الواشي أغش وأكذب، وليس وراء الله للمرء مذهب، أحكم في أموالهم وأقرب، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة. هنا طبعا الآفة الاجتماعية هي الغيبة والنميمة ونقل الأخبار الكاذبة، يبقى لم أبلغك الواشي أغش وأكذب، يبقى احنا هناخد رقم ألف. أتى استخرج لونا بيانيا متأثرا ببيئة الشاعر وحدد نوعه. اللون البياني، إذا طلب منك لون بياني ابحث عن استعارة أو كناية أو مجاز أو تشبيه. كل ملك دونها يتذبذب، استعارة مكنية. كأنني مطلي به القار أجرب، تشبيه تمثيلي. الله أعطاك صورة، استعارة مكنية. أحكم في أموالهم وأقرب، تشبيه ضمني. طبعا اللون البياني المستمد من البيئة هي الرقم باء، كأنني مطلي به القار أجربه، ده تشبيه تمثيلي. شبه ابتعاد الناس عنه وابتعاده عن الناس بصورة الجمل الأجرب الذي يعزل في مكان بعيد ويدهن جسمه بالقار حتى لا يصيب الأصحاء، أو هذه الصورة منتزعة من البيئة. 4. استنتج الصفة التي وصف بها الشاعر نفسه في البيت الرابع عندما يقول: ملوك وإخوان إذا ما آتيتهم، أحكم في أموالهم وأقرب. أي أنه يحكم بين الملوك والإخوان في أموالهم ويقرب، هذا دليل على الكرم والجود، المنزلة الرفيعة
الثراء والغنى، التواضع الجم، المنزلة الرفيعة التي تجعل الملوك والإخوان يقبلون بحكمه ويقبلون كلامه، وهذا دليل على المنزلة الرفيعة. 5. وضح المقصود من قول الشاعر في البيت الثاني: وليس وراء الله للمرء مذهب، لا يجد المرء الضال سبيلا لرحمة الله، ليس هناك ما هو أعظم من يمين الله، العودة إلى الله أعظم ما يبتغيه المرء، للمرء في قدرة الله سبيل الإيمان. طبعا المقصود من هذا الجزء أنه ليس هناك أعظم يمين من الله سبحانه وتعالى. يبقى 5 هناخد رقم ب. 6. حدد علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الثالث. البيت الثالث: كنت قد بلغت عني وشاية، لم بلغك الواشي أغش وأكذب. أسلوب شرط. يبقى جملة جواب الشرط علاقتها بما قبلها نتيجة. يبقى دايما كده على طول جملة علاقة جملة جواب الشرط بفعل الشرط علاقتها نتيجة. 7. صفحة 64 من كتابنا كتاب البرهان: حدد الغرض الشعري الذي يمثله البيت الأخير في الأبيات. مدح، افتخار، اعتذار، غزل. طبعا هنا البيت يمثل المدح للنعمان. يبقى 7 هناخد رقم ألف. 8. استنتج ما يمكن به وصف الشاعر في الأبيات السابقة: التهرب من المسؤولية، الأنفة والاعتزاز بالنفس، الصبر في النوائب، التذلل لذوي المكانة. ما يمكن أن وصف الشاعر به في الأبيات هو الأنفة والاعتزاز بالنفس، حيث أنه أقسم بيمين الله لم يتكلم هذا الكلام في حق النعمان، وأن الواشي الذي بلغه الكلام هو أغش وأكذب، ويريد الوقيعة بينه وبين النعمان، وقال أنه يحكم بين الناس في أموالهم ويرضون بحكمه لأنه صاحب مكانة كبيرة، وبالتالي هو ده دليل على الأنفة والاعتزاز بالنفس. 64. قال البراق: لعمري لست أترك آل قومي وأرحل عن فنائي أو أسير، بهم ذل إذا ما كنت فيهم، علي رغم العدا شرف خطير، أأنزل بينهم إن كان يسر، وأرحل إن ألم بهم عسير، وأترك معشري وهم أناس لهم طول على الدنيا يدور، ألم تسمع أسنتهم لها في تراقيكم وأضلعكم صرير، فكف الكف عن قومي وذرهم فسوف يرى فعالهم الضرير. هنا الشاعر يقسم أنه لا يترك قومه ولا يرحل عنهم، ورغم أنه يعني يعتدون عليه أو أن يقيم بين قوم في حالة اليسر ويتركهم في حالة العسر، هذا دليل على قلة المروءة، لأنه لا يترك قومه وهم يتطاولون على الدنيا بإحسانهم وبكرمهم وجودهم، وأنهم عندما يسعون للحرب ترى سيوفهم ورماحهم تعمل أعدائهم، ويطلب أن يكف عن قومه ويذرهم فسوف يرى، يعني يرى الإنسان الضرير فعال قومه من كثرتها ومن حسنها. 1. استنتج بضوء فهمك البيت الثالث تصرف الشاعر إذا مس قوم ضر. البيت الثالث يقول: أأنزل بينهم إن كان يسر، وأرحل إن ألم بهم عسير. هو يسأل أو يتساءل هل يترك أو هل يقيم بين قومي في وقت اليسر ويرحل ويبتعد عنهم وقت العسر. الشاعر سيبحث عن مكان آخر حتى لا يصيب ما أصابهم، سينهض للدفاع عنهم حتى لا ينتقد من عشيرته، سيسعى لإثبات أنه ليس سببا في محل بهم،
سيظل إلى جوارهم ما كان في ذلك شقاء. يبقى هنا تصرف الشاعر إذا مس قوم ضر ده سيظل إلى جوارهم مهما كان في ذلك شقاء. يبقى واحد هناخد رقم د. اتنين، استنتج المغزى من قول الشاعر فسوف يرى فعالهم الضرير في البيت الأخير إظهار فخر الشاعر بأعماله وخصاله، بيان ثقة الشاعر بما سيقدمه قومه، إظهار اعتزاز الشاعر بكرم أجداده، بيان تباهي الشاعر بانتصار أسلافه، هنبعد فخر الشاعر بأعماله لأن هنا طبعا الشاعر يفتخر فخر قبلي وليس فخر ذاتي، اعتزاز الشاعر بكرم الأجداد لا هي ثقة الشاعر بما سيقدمه قوم. يبقى ثقة الشاعر بما سيقدمه قوم. ثلاثة، حدد مما يلي البيت الذي يعكس فضل قوم الشاعر على الآخرين. البيت الثالث يقول أأنزل بينهم إن كان يسر وأرحل إن ألم بهم عسير. هو طبعا هنا لا يتحدث عن الفضل ولا المكانة. وأترك معشري وهم أناس لهم طول على الدنيا يدور. في هذا البيت يتساءل الشاعر أيترك قومه وهم لهم مكانة وفضل كبير على الناس جميعا. يبقى هنا يتحدث عن فضل القوم. البيت الخامس، ألم تسمع أسنتهم لها في طراقيكم وأضلعكم صرير. يتحدث عن شجاعة قومه في الحروب وإعمالهم السيوف في رقاب أعدائهم. هنا لا يتحدث عن الجود والكرم والفضل والمكانة. فكف الكف عن قومي فسوف يرى، دي هنا يدل على كثرة فعالهم. يبقى البيت الذي يعكس فضل القوم هو هناخد رقم رقم باء، البيت الرابع. طبعا بين مما يلي المحسن البديع الوارد في البيت الثالث. البيت الثالث، أأنزل بينهم إن كان يسر وأرحل إن ألم بهم عسير. أنزل وأرحل ويسر وعسير، وطبعا دي جملة، يبقى مقابلة بين شطري البيت. يبقى احنا هناخد رقم 4، قال لي يسر وعسير، وهنا العلاقة بينهم علاقة طباق. شطري البيت الثالث مقابلة. صفحة 65 من كتابنا كتاب البرهان الصف الأول الثانوي. ميز مالي، نوع الصورة البيانية في قول الشاعر يرى فعالهم الضرير في البيت الخامس. تشبيه بليغ، استعارة تصريحية، تشبيه ضمني، استعارة مكنية. هنا طبعا بيصور الفعال بشيء مادي يرى ويراه الضرير، يبقى استعارة مكنية. شبه الفعال بشيء مادي يراه الضرير. 6، استنتج ما استدل به الشاعر على ضراوة قوم في القتال. صوت ضربات الرماح وهي تطعن في جسد الأعداء، الضرب بسيوب بسرعة هائلة يخر على إثرها العدو سريعا، استخدام الخناجر في إزهاق أرواح الأعداء بلا رحمة، رمي الأعداء بسيل من السهام التي لا يستطيعون الفرار منها. ضراوة قوم في القتال، صوت ضربات الرماح وهي تطعن في جسد الأعداء. يبقى 6 خدنا رقم ألف. 7، استنتج بضوء فهمك الأبيات ملمحا من ملامح الشاعر. معتز بانتمائه لقبيلته، شغوب بالترحال والمغامرة، ساخط على قومه، كثير التجارب عظيم الخبرة. هو طبعا كثير التجارب عظيم الخبرة إذا اشتمل شعره على حكمة، ولكن هنا لم يستخدم الحكمة، وليس شغوفا بالترحال ولا ساخط، معتز بانتمائه لقومه. يبقى 7 هناخد رقم ألف. 8، وجه رسالة إلى أبناء الوطن في ضوء فهمك البيت الثاني الذي يقول بهم أذل إذا ما كنت فيهم علي رغم العدا شرف خطير. يعني هو يدافع عن قومك حتى يدافع عنك، حفاظك على قومك هو حفاظ على عزتك. في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف، من أعان عدوا على قومه عاش ومات ذليلا. يبقى حفاظك على قومك هو حفاظك على عزتك. يبقى 8 هناخد رقم باء.
التدريب الثالث قال عنترة: أنا العبد الذي أخبرت عنه، رعيت جمال قومي من فطامي، أروح من الصباح إلى مغيب، وأرقد بين أطناب الخيام، أذل العبل من فرط وجدي، وأجعلها من الدنيا اهتمامي، وأمتثل الأوامر من أبيها، وقد ملك الهوى مني زمامي، رضيت بحبها طوعا وكرها، فهل أحظى بها قبل الحمام أي الموت؟ وإن عابت سوادي فهو فخري، لأني فارس من نسل حام، ولي قلب أشد من الرواسي، وذكر مثل في المسك نامي. في هذه الأبيات يفتخر الشاعر بفروسيته وشجاعته، وطالما الشاعر استخدم ضمير المتكلم أنا في المستخدم الفعل المضارع، ده اعتزاز بنفسه، وبيقول لمخاطبه أنه العبد الذي خبر عنه يرعى إبل قومه ومنذ الصغر، وحب عبلة يملك عليه كل دنيا، ويمتثل أوامر أبيها، ويرضى بحبها طائعا أو مكرها، فيتمنى أن يحظى بها قبل الموت، وأنه يتميز بالشجاعة والفروسية، وذكره يطوف كل شبه الجزيرة العربية بسبب شجاعته. واحد: وضح ما تمناه الشاعر في البيت الخامس: رضيت بحبها طوعا وكرها، فهل أحظى بها قبل الحمام؟ النجاة من الموت ليحظى بحب عبلة، أن تسلم عبلة من الموت ليسعد بحبها، أن تحظى عبلة بالسعادة وطول العمر، الفوز بحب عبلة قبل أن تنتهي حياته. يبقى الأمنية التي يتمناها الشاعر هي الفوز بحب عبلة قبل أن تنتهي حياته. يبقى واحد هناخد رقم دال. 2 صفحة 66: استنتج المغزى من تتابع المشهد في البيت الأول: رعيت جمال قومي، ثم وصفه في البيت الثاني: وأرقد بين أطناب الخيام. إعجابه بعمله وتشرفه بالقيام به، إظهار مدى معاناته من أجل عبله، رسم ملامح حياة العبودية التي عاشها، الإشارة إلى تعرضه للعنصرية في حياته، وطبعا هنا رسم لملامح حياة العبودية التي عاشها. بحنا هناخد رقم جيم. 3: ميز البيت الذي يدل على خضوع الشاعر لنوعين من العبودية: أنا العبد الذي خبرت عنه، رأيت جمال قومي من فطامي. هنا طبعا يتحدث عن ذاته ويقول أنه عبد لقومه. أروح من الصباح إلى مغيب، وأرقد بين أطناب الخيام. هنا طبعا بيتكلم برضو عن العبودية لقومه. أذل لعبلة من فرط وجدي، وأجعلها من الدنيا اهتمامي. هنا يوضح: وأمتثل الأوامر من أبيها، وقد ملك الهوى مني زمامي. البيت اللي بيدل على تعرضه لنوعين من العبودية هي العبودية لقومه وسيده شداد، وأمتثل الأوامر من أبيه. وهنا ذكر شداد أب عبلة، لأنهم كما يقولون العم والد، فلذلك قال من أبيها ولم يقل من أبي أو من سيدي. وقد ملك الهوى مني زمامي، ذله وعبوديته وخضوعه لحب عبلة. يبقى ده كده هناخد رقم دال. البيت الذي يمثل نوعين من خضوع الشاعر لنوعين من العبودية. 4: استنتج كيف استفاد الشاعر من معرفته بالأنساب في مواجهة المتنمرين عليه. المتنمرين أي الذين يعيبونه ويهمزونه بسبب سواد لونه. اعترف بكل فخر أنه عبد يرعى جمال قومه، تجنب المتنمرين بقضاء يوم كله في الرعي، تقرب من والد عبلة وامتثل أوامره، افتخر بميراث السواد من أبناء حام. يبقى استفاد من معرفة بالأنساب
افتخر بميراث السواد من أبناء حام، حيث أن سيدنا حام ابن سيدنا نوح عليه السلام كان يتميز بالبشرة السوداء. خمسة، استنتج بيئة الشاعر وميز ما يدل عليها من ألفاظ. بيئة بدوية حيث ذكر الخيام الجمال، بيئة ريفية الحمام، طبعا هنا ما فيش الحمام ولا عرف. بيئة حضرية ملك والأوامر، بيئة غير عربية نسل حام. طبعا هنا البيئة هي بيئة بدوية بيمثلها الخيام والجمال. ستة، استنتج عاطفة الشاعر في البيت الأخير وأمتثل الأوامر من أبيها وقد ملك الهوى مني زمامي، إعجاب وفخر، ألم وحيرة، ضيق وسخط، الفرح والأمل. طبعا هنا الإعجاب والفخر بقومه وبذله لقومه أو بخضوعه لأبيه وخضوعه لحب عبله، يبقى إعجاب وفخر. سبعة، هات من الأبيات ما يدل على استعمال أسلوب التوكيد في نقل الفكرة. رأيت جمال قومي من فطامي، أروح من الصباح إلى مغيب، وأجعلهم من الدنيا اهتمامي، وأمتثل الأوامر من أبيه. البيت اللي بيدل على استخدام أسلوب التوكيد هو هنا تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد والاهتمام بالمتقدم، يبقى احنا هناخد سبعة خدنا رقم جيم. تمانية، استنتج نوع التشبيه في البيت الأخير وسر جماله. وقد ملك الهوى مني زمامي، ملك الهوى مني زمامي، هنا تشبيه مفصل يدل على التجسيم، تشبيه مفصل يدل على التجسيم. ملك الهوى كالزمام، يبقى هنا تشبيه تشبيه مفصل، فايدته التجسيم. يبقى 8 هناخد رقم باء. التدريب الرابع صفحة 67، قال عنترة بن شداد: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم إذا جفوه ويسترضي إذا عتبوا. قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. لله در بني عبس لقد نسلوا، من الأكارم ما قد تنسل العرب. لئن يعيب سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب. إذا كنت تعلم يا نعمان أن يدي قصير عنك فالأيام تنقلب. هنا يفتخر الشاعر بذاته وفروسيته، ويقول أن الإنسان الذي يتطلع إلى العلا والشرف لا يحمل حقدا لأحد، وأنه إذا كان عند قوم لا يخالفهم ويسترضيهم إذا عتبوا عليه، وأنه كان يرعى جمال قومه، واليوم يزود عن حماهم كلما تعرضوا للأعداء. ويفتخر ببني عبس أنهم نسلوا من أكارم، يعني يدل على أصالة القبيلة وعراقتها، وأن الناس إذا كانوا يعيبون سواده فهذا السواد هو له شرف يوم النزال ويوم القتال. ويتوعد نعمان قائلا له: إذا كنت تعلم أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب. واحد، استنتج المعنى الذي يحمله قوله في البيت الأول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. المكانة الاجتماعية تهددها الأحقاد، رفعة المكانة تنزه صاحبها عن الحقد، ميدان التنافس تشوبه العداوات، الإعراض عن المسيئين يثير أحقادهم. هنا يتحدث عن رفعة المكانة تنزه صاحبها عن الحقد.
أي الإنسان صاحب المكانة الرفيعة لا يحقد على الآخرين ولا يضع الآخرين في حسبانه ليحقد عليهم بسبب المال أو بسبب المكانة أو خلافه. اثنين، ميز سبب اعتماد الشاعر على أسلوب التعجب في البيت الرابع: لله ضر بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. تعديد خصال بني عبس: إظهار مكانة بني عبس السامية، توضيح ثراء بني عبس، الإشارة إلى شجاعة بني عبس، إظهار مكانة بني عبس السامية. يبقى اتنين خدنا رقم باء. ثلاثة، كشف عنترة عن موقفه من قومه إذا جفوه. على ما يدل ذلك؟ التبرم والضيق، العتاب والاسترضاء، الانقياد والإذعان، الشقاء والإعراض. يدل على الانقياد والإذعان لقومه مهما كان الأمر، وهذا دليل على الحب، والانقياد هنا انقياد حب وليس انقياد قهر. يبقى ثلاثة هناخد رقم جيم. أربعة، استنتج المغزى الضمني الذي استهدفه الشاعر في البيت الثالث: قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. إظهار حنيني إلى أيام الصبا لقوله قد كنت فيما مضى، بيان سخطي ونقمتي على قومي لقولي أرعى جمالهم، بيان رد جميلهم وحسن صنيعهم لقول إذا نكبوا، إظهار شهامته مع من ظلموه لقولي أحمي حماهم. يبقى إظهار شهامته مع من ظلموه لقوله أحمي حماهم وأزود عنهم. خمسة، حدد من خلال النص ما خالف عنترة منهج القصيدة الجاهلية. منهج القصيدة الجاهلية كانت تقوم على أربعة أسس: مقدمة طللية غزلية، الوصف، وصف الناقة، الطريق، الراحلة، الأطلال، ثم الغرض الرئيس، وقد تختم بحكمة. أربعة أشياء. هنا الشاعر ابتدت قصيدته بالفخر، وحدة الموضوع، ابتداء قصيدته بالحكمة، الختام بالحكمة. هنا طبعا ما فيش ختام بحكمة ولا وحدة موضوع ولا في فخر، هو طبعا ابتدى قصيدته بالحكمة. يبقى ده خالف عنترة منهج القصيدة الجاهلية، انه لم يبدأ قصيدته بالبكاء على الأطلال، ولكنه بدأها بالحكمة بقوله: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. خمسة هناخد جيم. ستة، العبارات الآتية تصدق وصفا على مضمون البيت الخامس. البيت الخامس: لئن يعيب سوادي فهو لي نسب، يوم النذال إذا ما فاتني النسب. اللون الأسود دليل، اللون الأسود دليل القوة والشجاعة. النسب والحسب لا يعبأ بهم، لا يعبأ بهم الناس. الإنسان بجوهره لا بمظهره وشكله. النسب يساعد المحارب يوم النزال. طبعا الوصف الدقيق إن الإنسان بجوهره لا بمظهره. بجوهره أي بأخلاقه وصفاته وبمكنونه، وليس بالمظهر. يبقى ستة خدنا رقم جيم. سبعة، 768، ميز نوع الصورة في سياق البيت السادس بقوله: يحمل الحقد واذكر سر جمال. يحمل الحقد جملة فعلية، الحقد شيء معنوي شبهناه بحاجة مادية تحمل، بتشبيه بليغ غرض التوضيح، ولا كناية غرضها الإيجاز، ولا استعارة مكنية غرضها التجسيم، ولا مجاز مرسل التوضيح، استعارة مكنية سر جمالها التجسيم. يبقى سبعة خدنا رقم جيم. تمانية، حدد نوع المحسن البديع في البيت الأول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. طباق ولا مقابلة ولا تصريع ولا جناس. يبقى الغرض هنا التصريع. اتفاق أواخر شطري البيت الأول في القصيدة في الحرف الأخير. لو أنت من الأبطال وكملت معانا الفيديو ليه الآخر، اعمل اعجاب، ولو عندك سؤال سيبه في التعليقات وهرد عليك. اتمنى لكم التوفيق.